احنا العيان لما بيجي لنا فيرست فيزيت علشان يزرع بيسال سؤال، بيقول هو انا هرجع طبيعي يا دكتور؟ هو انا هبقى هيلثي سبجكت؟ الحقيقه بنرد عليه بنقول له ايوه انت هتبقى طبيعي، بس هيبقى الفرق بينك وبين اي حد نورمال اي حد هيلثي حاجه واحده بس، هي انك هتاخد قرص او قرصين بس هتاخده مدى الحياه، ده الاميونوسوبريشن. العيان بياخد بعد الترانسبلانت ميديكيشنز كتيره جدا جدا جدا، اول 3 شهور واول 6 شهور ممكن توصل للاقراص اللي بياخدها في اليوم لحد 20 و30 قرص، لكن بيقلوا تدريجيا لحد ما يفضل عندنا الاميونوسوبريشن، وده اللي مكمل معانا على طول. الاميونوسوبريشن سبجكت مهم جدا هتكلمنا عليه الدكتوره الاء اسامه كلينيكال فارماسيست عندنا في المعهد، واحنا عندنا تيم من الكلينيكال فارماسيست في المعهد، تيم قوي جدا وتيم هايل جدا، ايدهم في ايدينا ديلي في الهوسبيتال ستاي وفي الاي سي يو وبعد الديسشارج، بيراجعوا معانا كل حاجه، يراجعوا الدوسج بتاع الانتيبيوتكس، بيراجعوا الاميونوسوبريشن، بيراجعوا دراج دراج انتر اكشن والسايد افكتس، وينبهونا لكل حاجه. والحقيقه احنا بنحترم جدا النوتيفيكيشنز بتاعتهم لانها بتساعدنا كتير. زي ما قلت لحضراتكم من شويه، الاميونوسوبريشن من الحاجات اللي حسنت قوي الاوت كان بتاع الليفر ترانسبلانت وورلد وايد. فهنعرف من الدكتوره الاء اسامه ايه هي الاميونوسوبريشنز المتاحه والسايد افكتس المتوقعه منها ايه، ولو في دراج دراج انتر اكشنز نعمل فيها ايه. اتفضل يا دكتوره الاء. شكرا يا دكتور محمد. بسم الله، مساء الخير. زي ما دكتور محمد قال، البيشنت بعد الليفر ترانسبلانتيشن بياخد كميه كبيره جدا من الادويه، وبيبقى خارج من المستشفى معاه لسته طويله كده يمكن يوصل ل 20 دواء، ويبقى مخدود قوي وانا هكمل على كل الدراجز دي بعد العمليه ولا لا. فاحنا لما حبينا نتكلم عن حاجه ريليتد للدراجز في الليفر ترانسبلانتيشن، اخترنا ان احنا نتكلم على الاميونوسبريشن، لان هي كان ليها دور كبير جدا في ان هي تقلل المورتاليتي بعد العمليه وتحسن كمان السرفايفر ريت. فمن اول سكسسفول ليفر ترانسبلانتيشن حصلت تقريبا في اواخر الستينات، كان ساعتها الموجود او المتاح من الاميونوسبريسنت الكورتيكوسترويدز والازاثيوبرين. لكن كانت النيو ايرا في الاميونوسبريشن في سنه 1970 لما ظهرت جروبس الكالسينورين انهيبيتورز. الحقيقه ان ظهور الجروب دي من الاميونوسبريسنت حسن جدا السرفايفر ريت بوست ترانسبلانتيشن، يعني في ستادي اتعملت في اواخر الثمانينات كان السرفايفر ريت وصل ل 66%، وفي 2015 وصل ل 93% كمان مع ظهور الانواع الجديده والجروبس المختلفه من الاميونوسبريسن دراجز. الاميونوسبريسنت في حاجه مهمه جدا نقدر نعتبر ان هي دي الكي مسج لو احنا عايزين نطلع بمعلومه واحده من السيشن دي، ان هي تيلورد بير بيشنت. يعني انا ما عنديش فيكسد جايد لاينز وما عنديش فيكسد بروتوكول بمشي عليه كل البيشنت اللي بيبقوا موجودين بعد العمليه، بالعكس انا بمشي كل عيان على ريجيم مختلف من الاميونوسبريسنت دراجز على حسب الكيس بتاعته وعلى حسب الكوز كمان بتاع ليفر ترانسبلانتيشن. طيب انا ليه بتيلور الاميونوسبريسنت لكل عيان؟ ان انا لازم ابقى على طول حاطط في عين الاعتبار ان الاميونوسبريسنت دي از ا دبل ايجد ويبن، هو سلاح ذو حدين. انا زي ما هاخد منها بنفيت عاليه، انا في الناحيه الثانيه كمان هاخد منها ريسك كبير. فانا بيبقى على طول التارجت بتاعي وانا بعمل الريجيمن بتاع الاميونوسبريسنت للريسيبيانت ان انا اقلل الريسك اللي ممكن اخده منها، اقلل الانسيدنس في مالجنسي الانسيدنس اوف انفيكشن، واقلل كمان الادفرس افكت والتوكسيستي اللي ممكن تحصل من الدراج، وفي نفس الوقت انا عايز اعلي البنفيت اللي هاخدها من الدراج، انا عايز احسن الكواليتي اوف لايف اللي ده كان اصلا الهدف الاساسي من العمليه كلها، عايز كمان احافظ على الجرافت فانكشن، وعايز اقلل الانسيدنس اوف ريجكشن. فعلى طول وانا بعمل الريجيمن بحاول اخلي البالانس بين الناحيتين، ويا ريت ابقى اكتر في ناحيه البنفيت اللي انا باخدها من الدراج. احنا طبعا مش هينفع نتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الاميونوسبريسنت كلها بالتفصيل، لكن لو عايزين نلخص الموضوع ده كله هنلاقيهم ان هم كلهم بيشتغلوا على ديفرنت ستيبس، لكن التارجت بتاعنا واحد، ان احنا نعمل ريديوس للبروليفريشن بتاعه التي لمفوسايتس، ونقلل البرودكشن بتاعه السيتوكاينز والبرودكشن بتاع الانترلوكينز. فهنلاقي عندنا بقى كل جروب من الاميونوسبريسنت بتشتغل على ستيب مختلفه. فحاجه زي الكالسينيورين انهيبيتورز جروب بتعمل انهيبيشن للكالسينيورين انزيم، فبتقلل الفوسفوريليشن والاكتيفيشن للكالسينيورين انزيم، فبتوصلني في الاخر لنفس النتيجه الانترلوكين برودكشن بيقل. حاجه تانية بتشتغل على الماميليان تارجت اوف روبامايسين، في حاجه تانية بتشتغل على البيورين سينسز،
فميزه ان انا يكون عندي ديفرنت كلاسز من الاميونو سبريسنت كل واحد فيهم بيشتغل بطريقه مختلفه ان سهل جدا ان انا اعمل كومباينيشن بحيث ان انا في الاخر اخد اعلى بنفيت بدرجز بتشتغل بديفرنت ميكانيزم اوف اكشن. طب لو حبينا نقسم بقى الاميونو سبريسنت درجز اللي احنا بنستعملها احنا هنقسمهم على حسب دورهم بيدخل فين بعد عمليه الليفر ترانسبلانتيشن. احنا في عندنا دراجز بنستعملها في الاندكشن فيز وفي عندنا دراجز تانية بنستعملها في المينترانس فيز. المينلي دراجز اللي بنستعملها في الاندكشن فيز هي الكورتيكوسترويدز والانتي بودي ثيرابي، والدراجز اللي بنستعملها في المينترانس فيز الكالسيوم انهيبيتورز والانتي ميتابولايتس والماميليان تارجت اوف روبامايسين انهيبيتور، وساعات الكورتيكوسترويد بتكمل معانا كمان في المينترانس فيز. اول حاجه الاندكشن فيز، ايه اهميه ان انا استعمل امينو سبريسنت في الاول؟ انا بستعمل امينو سبريسنت في الاندكشن فيز بهاي دوز وبتبقى انتنسيف علشان دواء بيبريفنت الاكيوت ريجكشن اللي بيحصل في الفيرست مونثز من الليفر ترانسبلانتيشن. فانا ببقى عايز اكيب الجرافت هيلثي وكويس في الفتره الاولانيه بعد العمليه، علشان كده بدخل فيري اجريسيف بالامينو سبريسنت في الفتره دي علشان تحافظ على الجرافت. اشهر تو جروبس من الدراجز اللي احنا بنستعملهم في الاندكشن فيز هي الكورتيكوسترويدز. عندنا بقى كذا اختيار، ممكن نستعمل الميثايل بريدنيزولون او البريدنيزولون او الهيدروكورتيزون. لو استعملنا الانتي بودي ثيرابي فاحنا عندنا البولوكلونال انتي بوديز اللي هو الانتي سايموسايد جلوبولين، وعندنا المونوكلونال انتي بوديز اللي هي الانترلوكين 2 انهيبيتورز. هنتكلم في الاول على البولوكلونال انتي بوديز اللي هو اشهر حاجه فيها الانتي سايموسايد جلوبولين اللي هو الاي تي جي. الاي تي جي اللي موجود عندنا في الماركت بيجي من الانيمال اورجين، واحنا عندنا تو انيمالز ينفع ان احنا نجيب منهم الاي تي جي، في عندنا الهورس سورس وفي عندنا الرابت سورس. الرابت سورس لقوا ان هو ليه سوبريوريتي عن الهورس سورس لان هو بيكون اقل في الانسيدنس اوف سيفير ريجكشن، كمان هو اقل في السيريس ادفرس افكت، وكمان اقل في الانسيدنس بتاع السيتوميجالو فيروس انفكشن. يمكن الحاجه الوحيده اللي هو بيكون اعلى فيها ان هو بيزود الانسيدنس بتاع الليكوبينيا. زي ما اتفقنا احنا ما عدناش فيكسد بروتوكول لاستعمال الاميونو سبريسنت، هو بيختلف على حسب السنتر وبيختلف على حسب البيشنت. لكن الحاجه اللي لقوها في استعمال الاي تي جي ان احنا لو استعملنا شورت كورس لمده 3 ايام بس وقارناه باللونج كورس ديوريشن، ده بيديني نفس البروتكتيف افكت لكن بيبقى اقل في السيفير لايف ثريتنينج انفكشن. بس حاجه مهمه لازم نعرفها في الادمنستريشن بتاع الانتي سايموسايد جلوبولين ان هو علشان جاي من انيمال سورس فبيكون عندي انسيدنس عالي من الانافلكتيك رياكشن والانفيوجن ريليتد رياكشن اللي بيحصل وقت الادمنستريشن. فعلشان كده انا لازم اعمل بري ميديكيشن بالانتي هيستامين وبالباراسيتامول عشان ابريفنت الانافلكتيك رياكشن اللي ممكن يحصل من الاي تي جي. تاني نوع في الانتي بودي ثيرابي وبنستعملها في الاندكشن هي الانترلوكين 2 انهيبيتور انتاجونست. في عندي منها تو دراجز، التازيليزوماب ودوت اوف ماركت من سنه 2010، والدراج التاني اللي احنا بنستعمله دلوقتي اللي هو البازيليكسوماب اللي هو التريد نيم بتاعه السيميوليكت. ايه البنفيت اللي انا باخدها لما بستعمل الانترلوكين انتاجونست في فتره الاندكشن فيز؟ لما بستعملها في الفتره دي انا بقلل الدوزز بتاعه الاميونو سبريسنت اللي هستعملها بعد كده في المينتنانس فيز، فبالتالي ده بيقلل لي السايد افكت والتوكسيستي اللي ممكن البيشنت يتعرض لها لما يبقى ماشي على لونج تيرم من الاميونو سبريسنت. وفي نفس الوقت كمان ده ممكن يوصلني ان انا استعمل استرويد فري بروتوكول، يعني استعمل اميونو سبريسنت بروتوكول ما يكونش فيه استرويد خالص، ودي حاجه بتبقى مفيده جدا للعيانين اللي عندهم اتش سي في او للعيانين اللي عندهم دايابيتس وهايبرتنشن بري الترانسبلانتيشن. دي ميتا اناليسز كانت بتقارن استعمال الانترلوكين 2 انتاجونست في الاندكشن فيز، فلقت ان احنا لما بنستعمله ده بيبرزرف الكيدني فانكشن وكمان بيحسن اللونج تيرم سيرفايفل وبيقلل المورتاليتي بعد الليفر ترانسبلانتيشن. تاني حاجه ممكن نستعملها في الاندكشن فيز هي الجروب بتاعه الكورتيكوسترويدز. الكورتيكوسترويدز الدوز بتاعتها زي ما احنا متفقين هتبقى مختلفه على حسب البروتوكول بتاع السنتر وعلى حسب البيشنت بوبيوليشن، لكن الحاجه اللي احنا متفقين عليها ان هي بتبقى فيري هاي دوز بتتاخد في الاوبريشن روم وبتكمل بهاي دوز في الفيرست ويك بوست الليفر ترانسبلانتيشن، وبعد كده بعمل تابرنج بقى لمده اسابيع وشهور بعد العمليه. في بعض البيشنت بيحتاجوا ان احنا نكمل على لو دوز من الاميونو من الكورتيكوسترويدز، وفي المعظم مش بنحتاج ان احنا نكمل على لو دوز من الكورتيكوسترويدز. المشكلة الأساسية بس اللي بتواجهنا مع الكورتيكوسترويدز هي الادفرس افكت الكتير اللي بتحصل منها،
فمن اشهر الادفرس افكت اللي بيحصل من الكورتيكوسترويد سواء المون فيس البافالو هامب الانكزايتي والديبريشن الجاستريك ألسر والنوزيا بيعمل سولت ووتر ريتينشن وطبعا نيو اونست دايابيتس وهايبرتينشن. كده احنا اتكلمنا على مينلي الدراجز اللي احنا بنستعملها في الاندكشن فيز، احنا استعملناها لفتره قليله وبعد كده العيان مش هيكمل عليها، احنا بس اخذنا البنفيت ان احنا هنقلل بعد كده الدوزز اللي ممكن نستعملها من المينتنس ثيرابي. المينتنس ثيرابي بقى هي دي الجروبس الاساسيه من الدراجز اللي البيشنت بيحتاج ان هو يكمل عليها لونج لايف بعد العمليه. احنا عندنا ثلاث مجموعات اساسيه من المينتنس ثيرابي، الكاسينيورين انهيبيتورز اللي هي بتشمل التاكرولامس والسايكلوسبورين، وعندنا الماميليان تارجت اوف ربامايسين انهيبيتور اللي فيها الايفرولامس والسيرولامس، وعندنا الانتي ميتابولايت اللي هي المايكوفينوليت والازاثيوبرين. الكورتيكوسترويدز ممكن تكمل معايا في المينتنس فيز وممكن اكتفي بس فيها في الفتره بتاعه الاندكشن فيز. اول جروب واهم جروب بنستعملها في المينتنس فيز هي الكالسينيورين انهيبيتورز، دي بنعتبرها الكورنر ستون في الاميونوسوبريسنت بروتوكول بوست ليفر ترانسبلانتيشن. احنا عندنا تو دراجز، التاكرولامس او السايكلوسبورين. التاكرولامس هو دراج اوف تشويس بالنسبه لنا في الليفر ترانسبلانتيشن، ميزته الاساسيه ان هو عنده جريتر ووتر سولابيليتي، فبالتالي امبروفمنت للبايو افيلابيليتي بتاعته فحسن النتائج بعد العمليه، يعني عشان السوليبيليتي بتاعته هو ووتر سوليبل فمش بيعتمد اكتر على البايل في الابزوربشن، ودي حاجه انا ببقى محتاجها بعد العمليه. دي برضو ميتا اناليسز كانت بتقارن استعمال السايكلوسبورين او التاكرولامس بوست ليفر ترانسبلانتيشن، لقينا ان التاكرولامس بيقلل الفيرست يير مورتاليتي وبيحسن الجرافت فانكشن، فبالنسبه لنا هو الدراج اوف تشويس. التاكرولامس اللي موجود عندنا في الماركت موجود منه 3 دوزج فورم، في عندنا الانترميديت ريليز، ودي حاجه مهمه جدا بنعلمها للبيشنت هو بياخد الدواء ان هو لازم يبقى كونسيست يا اما ويز فود يا اما وزاوت فود، يعني لو هو اتعلم او بدا الدراج ياخده على امتي ستومك فهو هيفضل مكمل على طول ياخد الدراج على امتي ستومك، لو هو بياخده ويز فود فهيفضل برده مكمل ياخد الدراج ويز فود لان الابزوربشن بتاعه بيتاثر بالاكل. الانترميديت ريليز تاكرولامس بيتاخد افري 12 اورز، التو دوزج فورم التانيين اللي هم الاكستندد ريليز دول لا لازم يبقوا مثبتينهم على امتي ستومك وبيتاخدوا وانس ديلي. تاني حاجه السايكلوسبورين اللي موجود عندنا في الماركت نوعين، في الساندميون والنيورال. الساندميون اللي هو الاوريجينال او الدراج اللي ظهر الاول، وده الاويل بيزد فورميوليشن. الاويل بيزد فورميوليشن كانت مشكلتها ان هي عندها بور بايو افيلابيليتي، فالابزوربشن بتاعها كان بيتاثر جدا بالفاريشنز اللي موجوده ما بين البيشنت، بل كمان في بعض الحالات في البيشنت نفسه كل كبسوله او كل حبايه بياخدها الابزوربشن بتاعه بيتاثر مره عن الثانيه، فده كان بيخلي الاوت كام بتاعها مش كويس. لما عمل موديفيكيشن في الدوزج فورم وظهر عندنا النيورال اللي هو المايكرو ايمولشن فورميوليشن، فده حسن البايو افيلابيليتي وبالتالي قلل الفاريشنز اللي بتحصل ما بين كل دوز والثانيه. فدلوقتي بقى الدراج اوف تشويس بتاعنا هو المايكرو ايمالشن فورم من السايكلوسبور. الدوز بتاعه السايكلوسبورين كستارت احنا بنبدا من 7 ل 9 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي، برده بيتقسموا افري 12 اورز. برده مهم ان احنا نعلم البيشنت ان هو بيتاخد يا اما على امتي ستومك وهيفضل مثبت ده طول حياته، يا اما هيكون بياخده ويزميل وهيفضل مثبت ده برده على طول حياته. مهم برده نبقى عارفين ان الدوزج فورم اللي هي المايكرو ايمالشن او الاويل بيزد هما مش بايو اكويفالنت لبعض، يعني ما ينفعش اشفت البيشنت من فورم للتاني من غير ما اقول له انت محتاج تعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج وتشوف ليفل للدراج. طب انا ليه مهم او مهتم قوي ان انا اعمل دراج ليفلنج وبقول ان الدراج ليفل دوت هو هيبقى الجايد بالنسبه لي وهو ده اللي هقدر اتحكم فيه في الدوز بتاعه الدواء؟ لان المجموعه بتاعه الكالسيديون انهيبيتورز دي من الادويه اللي عندها نارو ثيرابيوتيك اندكس، فالفرق ما بين الثيرابيوتيك دوز وما بين التوكسيك دوز قليل جدا، فسهل قوي ان انا ابقى موجود سب ثيرابيوتيك فالدواء يبقى مش شغال وانا كده هلوس الفانكشن بتاعه الجرافت، او ان انا ابقى اوفر الثيرابيوتيك دوز ودخلت في التوكسيك دوز وانا كده باخد بس سايد افكت من الدراج. فعلشان كده عشان افويد المشكله دي انا محتاج اعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. حاجه كمان ان الكالسينيورين انهيبيتورز من الدراجز اللي ليها دراج انتر اكشنز كتيره جدا، فانا عشان في ادويه هبقى لازم اكسبت الانتر اكشن اللي موجود ده ومش هينفع اوقف الادويه اللي بتتاخد دي مع بعض، فانا هبقى جايدد بس بالدراج ليفل. طب انا هعرف منين ان الدراج ليفل اللي انا موجود فيه ده هو دوت الافكتيف وانا مش محتاج ولا ازود ولا اقلل الدوز بتاعه الدواء؟ الحقيقه ان الرينج اللي احنا بنتحرك فيه
هو برضو بيختلف على حسب البروتوكول بتاع السنتر، بيختلف على حسب التايم بوست ليفل ترانسبلانتيشن. يعني عندي الفترة الأولانية من زيرو لأول 3 شهور بيبقى عندي تارجت، من 3 شهور ل6 شهور بعد كده بيبقى عندي تارجت مختلف، بعد الست شهور الأولانيين التارجت برضو اللي أنا ببقى عايزة أوصله بيبقى مختلف عن الفترة الأولانية. كمان بيفرق معايا لو في ظهر ادفرس افكت ولا لا، لو في اي كونكومننت امينو سبريسنت تانية البيشنت بياخدها، فهو دوت اللي بيخليني متحكم في التارجت اللي انا عايز اوصل له من الدوز بتاعه الدواء. طب انا امتى بطلب من البيشنت ان هو يعمل لي دراج ليفل؟ وبقول له احنا محتاجين نعمل دراج ليفل علشان اعرف احنا هنغير الدوز بتاعه الدراج ولا انا كده ماشي مظبوط. بعمل ده في الانيشال في الانيشيشن بتاعه الميديكيشن، بعمله لو هعمل اي دوس موديفيكيشن هزود الجرعه وهقللها، فانا بطلب من البيشنت بعدها ان هو يعمل دراج ليفل. لو انا غيرت الدوزج فورم، يعني زي ما قلنا كده في الجزء بتاع السايكلوسبورين، لو انا شفت البيشنت من ساند ميون لنيورال او العكس، فانا في الحاله دي محتاج ان انا اقول له يعمل دراج مونيتورنج. لو ظهر عندي اي سيمتومز من التوكسيستي او لو ظهر ساينز من الريجكشن، فانا محتاج اعمل دراج مونيتورنج عشان اعرف انا كده ماشي تمام ولا محتاج ازود الجرعه بتاعه الاميونو سبريسنت ولا انا محتاج ادخل دراج جديد. اشهر ادفرس افكت من مجموعه الكالسينيورين انهيبيتورز هي النيفروتوكسيستي، والنيفروتوكسيستي دي بيشترك فيها الاثنين سواء التاكرولامس او السايكلوسبورين. في عندنا حاجات تانية زي الديابيتس، زي النيوروتوكسيستي، زي الهايبركاليميا. في سايد افكت بتبقى بس سبيسيفيك للتاكرولامس زي الكيوتي برولونجيشن، وفي حاجات بتبقى سبيسيفيك بس للسايكلوسبورين زي الهيرشيتيزم والجينجيفال هايبربليجيا. طب انا بختار بناء على ايه؟ انا الفيرست تشويس بالنسبه لي هو التاكرولامس. وانس ان انا وصلت بالتاكرولامس للثيرابيوتك دراج ليفل ولسه في عندي ساينز او سيمتومز من الريجكشن، فانا في الحاله دي ممكن اشفت البيشنت من التاكرولامس للسايكلوسبورين. طب لو انا ماشي على التاكرولامس وهو وزن ثيرابيوتك رينج، لكن ظهرت على البيشنت اي توكسيستي منه زي النيفروتوكسيستي او النيوروتوكسيستي، فانا برضو في الحاله دي بشفت من التاكرولامس للسايكلوسبورين. بس انا في الحالتين لازم يكون عندي دراج من المجموعه دي، يعني لازم يكون عندي في الريجيمن اللي البيشنت ماشي عليه دراج من الكالسينيون انهيبيتورز سواء التاكرولامس او السايكلوسبورين. من اشهر الدراج دراج انتر اكشن مع الانتي كونفولسنت دراج زي الكربامازيبين ومع الانتي بايوتيك زي الريفامبين. فبرضو بناخد في عين الاعتبار ان اي دراج جديد بيدخل على البيشنت احنا بنشوف هل في انتر اكشن ولا لا، الانتر اكشن دوت هيبقى اكسبتد بالنسبه لي وممكن اعمل موديفيكيشن للدوز ولا ده هيبقى ابسوليوت كونترا انديكيشن وانا محتاجه اغير. لا احنا وقتنا خلص. لا حك 2 مينيتس. خلاص. تاني مجموعه هي الانتي ميتابولايتس، عندي فيها الادازايوبرين والمايكوفينوليت. المايكوفينوليت موجود عندي منه حاجتين، المايكوفينوليك موفيتيل والمايكوفينوليك اسيد. ال 1000 ملي جرام من المايكوفينوليك موفيتيل ايكويفالنت 720 ملي جرام من المايكوفينوليك اسيد. الميزه اللي انا اخدتها من المايكوفينوليك اسيد ان هو اقل في الجي اي دي ادفرس افكت. تاني حاجه الادازايوبرين مهم جدا نبقى عارفين ان هو برده بيعمل مايلو سبريشن زي المايكوفينوليت، بس هو عنده انتر اكشن مشهور قوي مع الادويه اللي بتتاخد عشان الهايبر يوريسيميا اللي هي الالوبيرينول والفيبوكسيتات، ودي حاجات بتبقى ابسولوتلي كونتر انتجيتد، يعني لو هبداهم لازم اكون موقف الازاثيوبرين. اخر مجموعه اللي هي الماميليان تارجت اوف ربامايسين، دي دورها وميزتها الاساسيه بتظهر في البيشنت اللي الكوز بتاع السيروزز عندهم كان الاتش سي سي، لان هما بيقللوا الانسيدنس بتاع الدينوفو مالجنسي وبيقللوا الريكرنس بتاع الاتش سي سي بوست ليفر ترانسبلانتيشن. لكن في مشكله تانية معاهم ان انا مش بقدر ابداهم الا بعد شهر من السيرجري علشان هما بيقللوا الوند هيلينج، وكمان بيبقى معاهم انسيدنس عالي من البورتال فين ثرومبوزس، فانا بستنى 30 يوم بعد العمليه عشان اقدر ادخل بالمجموعه دي. اخر حاجه بقى عشان ده سؤال كتير ناس بتسال عنه، هو البيشنت لو هي في ميل وبعد الليفر ترانسبلانتيشن ينفع تبقى بريجننت ولا لا؟ هو ينفع تبقى بريجننت، بس احنا بنعتبر البريجننسي دوت من الهاي ريسك بريجننسي، وبننصحها ان هي تستنى من سنه لسنتين بعد السيرجري علشان تبقى بريجننت. طب هتعمل ايه في الاميونو سبريسنت دراجز بتاعتها؟ هي هتكمل على كل الادويه اللي هي كانت ماشيه عليها ما عدا المايكوفينوليك موفيتيل علشان دوت تيتراتوجينيك. ومن ضمن الكونسلنج تيبس اللي بنقولها للبيشنت هي لازم تكون موقفاه 6 أسابيع قبل الكونسبشن، ولازم في الفترة اللي تكون بتستعمل فيها المايكوفينوليك موفيتيل تكون بتستعمل 2 ديفرنت ميثود من الكونتراسبتيف. لكن بالنسبة للاسترويدز او الكالسينيورين انهيبيتورز هي بس بتعمل كلوز مونيتورنج للسايد افكت زي الهايبرتنشن والديابيتس، وبتعمل كلوز مونيتورنج للدراج ليفل. شكرا جزيلا دكتور علاء.